أستاذ نجاح، حضرتك قلت لمجلة أسبوعية يوم 9 يناير 92: أجيد اللعب في ملعبي الذي برعت فيه وأحبني الناس على خشبته، لست حزينا على أنني لم أصل إلى القمة في السينما، لأن السينما لها ناسها ولها أبطالها. لماذا لم ينجح معظم نجوم المسرح في الوصول إلى قمة السينما؟ يعني هو إيه، هنقول إن عادل إمام وصل إلى قمة السينما وبقى نجم النجوم في الوطن العربي كله، وهو بادئ مسرح وإن شاء الله الدور عليا. يعني هي بس المسألة مسألة وقت، لأن السينما تجارة في المقام الأول، فلازم برضو بعيدا عن خريطة العلاقات العامة اللي احنا اتكلمنا فيها في بداية الحلقة، لازم يبقى المنتج والموزع في الداخل وفي الخارج عاملين دراسة جدوى مظبوطة، ويقدروا يحكموا ان ممكن بقى نجاح الموجة يتبوأ المكانة دي. فانا ساعدت لهم في خلال الخمس افلام اللي فاتوا واثبتت لهم ان انا كده على مستوى الداخل، ففاضل الخارج، فنقدر نقول ايه، لسه على الحلو تكة، والتكة جت او ابتدت يعني ان انا ان شاء الله بعد ما افتح رواية مسرح الموسم الصيفي هخش اول بطولة سينمائية في فيلم طقطق وريكا وكاظم بيه، فابتدينا ان شاء الله. استاذ نجاح، حضرتك قلت لمجلة صباحية يوم 26 سبتمبر 92: مسألة البطولة المطلقة من جانب نجم لأي عمل هي مسألة نص لا أكثر، الورق هو الذي يتكلم في صناعة النجوم، وهذا الأمر في معظم الحالات لا يتعلق بقدرات الممثل وإنما بالكلام المكتوب. أحضر لنصا مكتوبا بطريقة جيدة وسأحضر لك من جانبي طفلا صغيرا لم يمارس التمثيل قبل ذلك، وسأصنع منه بطلا عظيما. هل تقصد أن وظيفة المخرج وموهبة الممثل لا قيمة لهما أمام الورق المكتوب؟ لا، هو الأساس الورق، يعني المخرج والبطل من غير ورق. اكتبوا لي 20 موضوع مكتوبين وحش وعملهم بطولة، وزي ما بيقولوا كده ينزلوا تش وتش تش تش ورا بعض العشرين. انما لو عمل مكتوب بشكل جيد هتلاقي المخرج بيشتغل ببساطة شديدة، وتلاقي الممثل متألق. والدليل على كده هنقول رواية ليا بنفسك، بتعامل معها وانا بقرا، تأليف سامي السيبي، اخراج رضوان الكاشف. الاسمين دول ما لهمش اي علاقة بالسينما، ولا بالمقاولات، ولا من قريب ولا من بعيد، ولا حاجة خالص. ايه بقى سامي السيمي ده؟ ايه؟ قالوا ده كان مساعد اول لمخرج ابراهيم الشقنقيري في التلفزيون. رضوان الكاشف ده ايه؟ ده كان بيساعد زمان مع علي بدرخان ومع يوسف شاهين. قبل المعلومات اللي وصلتني، قبل ما اقرا الحكاية دي، فبقرا على اني مش هعمل الفيلم، يعني ان انا واقع مع ناس ما عندهمش فكرة مش عن السينما، عن البطيخ. بقرا الرواية، لقيت الرواية محترمة، جيدة الكتابة، جيدة الصنع، سلمت نفسي للاتنين وانا مقتنع تماما. والنتيجة ان الفيلم ده بالناس الجداد دول خد الهرم الفضي في مهرجان القاهرة. يبقى برضو الحكاية مش حكاية اسماء، ومش حكاية ابطال، ومش حكاية مخرجين كبار، انما ايه، التوليفة تبقى كاملة بدءة من النص. فالنص هو الدستور اللي انا بشتغل عليه. وحش هعمل انا ايه؟ صح، يعني انا مين هعمل ايه يعني؟ وحش الورق. استاذ نجاح، نحن نشكرك جدا على هذا اللقاء الممتع، ونتمنى طبعا انه نحن نشوفك من خلال شاشة الاي ار تي في برامج اخرى. اشكرك. اعزائي المشاهدين، وبهذا ينتهي لقاؤنا لهذا اليوم مع الأستاذ الفنان نجاح الموجي، فإلى اللقاء في حلقة قادمة.